أخيرا وبعد طول انتظار يجد جرح الحرب مركزا لتلقي العلاج الطبيعي. هنا في المركز الذي افتتحته مؤسسة الرعاية لأسر الشهداء والجرحى وبتمويل من مؤسسة توكل كرمان الدولية وسط مدينة تعز، يستكملون علاجهم بكل مراحله. في أول مركز للعلاج الطبيعي في محافظة تعز يخضع الجرحى لجلسات التدليك وتمارين الصالة الرياضية. من سيستفيد من هذا المركز ما يقارب 600 جريح من جرحى محافظة تعز. الشكر لكم كل من ساهم معنا في رعاية جرحى تعز. يستقبل هذا المركز ما يزيد عن 30 جريحا يوميا يتناوبون على جلسات العلاج المجاني، ولذلك يؤملون في توسيع الخدمات في المركز ليجري استقبال المزيد من المحتاجين للعلاج. طبعا المركز يستقبل العديد من الحالات، سواء من الجرحى الحرب العسكريين او جرحى الحرب المدنيين او حتى المدنيين، وتصل عدد الحالات يوميا الى ما بين 30 الى 40 حاله. ونتوقع بعد ان تم افتتاح المركز الان رسميا ان تزيد عدد الحالات الى اكثر من ذلك، وبهذا نامل ان يتم تطوير المركز لاحقا بحيث نستقبل الكثير من الحالات. تقع المسؤوليه الاولى في علاج هؤلاء الجرحى على الحكومه الشرعيه والسلطه المحليه، خصوصا في ظل تزايد الاعداد وارتفاعها جراء الحرب التي تشهدها البلاد. إلا أن الإهمال لهذا الملف من قبل المعنيين كما يقولون يجعل المنظمات الإنسانية تسعى من وقت إلى آخر للتخفيف من معاناة جرحى مدينة يعمل البعض لخذلانها. يشكل افتتاح هذا المركز جزءا مهما من مراحل العلاج التي يتلقاها الجرحى وذوي الإعاقة منهم، كما يعد بادرة جيدة للاهتمام بملف جرحى تعز الذي يشهد الوضع الصحي فيه تدهورا يوما بعد آخر. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.